السلام عليكم، معكم يوسف بقاضي فلاش متعلقة بكل ما هو علمي. في هذا الفيديو غنشوف واحد المعلومة اللي جد مهمة بزاف، ديال لي زيسكالي ديال الدروج، وغتهمكم بزاف في الشونتي باش غتخرجوا الشونتي وغتبغوا مثلا تحسبوا مثلا الزليج ديال الدروج او الرخام اللي عندي في الدروج او مثلا لا موزيك اللي عندي في الدروج، فكيتحسب سواء كان لا موزيك سواء كان زليج سواء كان رخام، كيتحسب بهذه الطريقه. لي زيسكالي بوحدهم كيتحسبوا بهذه الطريقه. هذه معلومه جد مهمه، مهمه بزاف، وغتنفعك ملي تخرج للشونتي وتبغي تحسب المتري وتبغي تحسب المتري. هذه المعلومه مهمه لكم بزاف. ابوناو فلاشين قبل ما تاخذوا المعلومه، لان شحال من واحد كياخذ من عندي معلومه ولكن ما كيتابوناش فلاشين. ابوناو فلاشين الله يجازيكم بخير، ابوناو فلاشين الله يجازيكم بخير وشكرا. بالنسبه لهاد المعلومه كيفاش كنديروا، بحال دابا كتم جاي كتحسب الدروج، يعني الزطمه ديال الدروج كتبقى تزطم وتحسب. بحال دابا انت طالع الدرجه الاولى كتزطم فيها كتحسب واحد، الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، الدرجه الرابعه، الدرجه الخامسه، الدرجه السادسه. انا وصلت للدرجه السادسه. هذا بالنسبه للباليه، هاد الباليه ما كتحسبهاش، بغيت هذه كتحسب ديريكت تحسب الطول في العرض، شحال فيها في الطول وشحال فيها في العرض الباليه. ولكن انا تنهضر على لي زيسكالي الدروج، كتحسب الدرجه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، وكتولي تحسب السابعه، الثامنه، التاسعه، العاشره، 11، 12، يعني 12 درجه عندك، 12 ديال 12 درجه، يعني 12 زطمه، 12 زطمه اللي كتزطم، يعني 12 درجه اللي عندك. ها العدد ديال الدروج هما 12 درجه. شحال فاش كتضربهم؟ كتضربهم في العرض، يعني العرض ديال الدرجه، كتشد المترو كتعبر العرض ديال الدرجه اللي هو مثلا كتلقى فيه مثلا مترو 40، وكتحسب شحال عندك من درجه وكتضربو في العرض ديال 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 الدروج اللي هو مترو 40. عندك 12 درجه كتضربها في مترو 40 كتعطيك 16.8 متر لينير، يعني كيتحسبوا الدروج متر لينير. وكيدخلوا مثلا بغيتي تحسب هذا الشيء بالنسبه لا بغيتي تحسب الزليج ولا اي حاجه اللي غادا تركب عندي في الدروج، الزليج ولا رخام ولا لا موزيك، راه هذه هي الطريقه ديال الحساب. نتمنى انكم تابونوا في لاشين وشكرا جزيلا. الى خديتوا المعلومات ابونوا في لاشين، معكم يونس ود الشعب دائما، وشكرا جزيلا. اي انفورماسيون، اي معلومه غادي نلاوحها في لاشين، وشكرا جزيلا.